بونسوار فاتن، بونسوار يارا، بونسوار اهلا لكل وسهلا المستمعين. فيكي ثانك يو ببرنامج هوا الشباب وبالاستوديو ثانك يو. هالمره لايف. هاي تاني زيارة لإلي هون للإذاعة، جيت من 7 سنين تقريبا مع زميلكم مروان بو نصر الدين، كمان هون بنوجه له تحيه بنوجه له اكيد، تحية. واليوم بعد 7 سنين في كتير اشياء تغيرت أكيد اكيد رح نحكي عنها، وسبق كمان وكنت ضيفه هوا الشباب بس بوقتها كنت بالسعوديه، مظبوط وهيدا موضوع رح نحكي اكثر عنه بين لبنان بين السعوديه، كل صح هالاعمال اللي عم تقولي قومي فيها. لكل اللي عم بيتابعنا عبر اذاعه لبنان وعبر انستغرام لايف بنذكركم انه بتقدروا تتواصلوا معنا على 70 830 111 عبر الواتساب. فاتن، بلشت بمسيره الفن والغنى من كم سنة تقريبا؟ بدك تقولي من 10 سنين. هلا من انا وصغير كثير جو البيت على طول موسيقى، وبابا كثير بيسمع موسيقى، وانا هيك عندي الحشية دائما انه يلا بدي اسمع معه، فكنت اسمع اغاني اكثر شيء ام كلثوم واشياء هيك قديمة. بعد فترة صرت غني معه واكتب الاغاني، ولاحظت انه بغني صوتي منيح. فقررت هونيك انه فوت على كونسرفاتوار الوطني مع استاذ جوزيف عيسى، بلشت غنى شرقي بعمر صغير مع انه ما كانوا ياخذوا بعمر صغير، وبلشت غنى شرقي وعود وسولفيج، ورجعت نقلت عند استاذ خاص اسمه سعيد علم الدين كمان فوكال لسنس من وقتها. قد ايه مهم فاتن التوجيه يعني بعمر صغير مثل ما قلت بلشت غني وما كنت اعرف انه صوتي حلو، صح؟ قد ايه مهم وقد ايه في اشخاص يمكن عندهم موهبه وبيقطعوا مرور الكرام لانه ما في حدا يمكن بيوجههم او بيقول أكيد. لهم عندكم هالموهبه الحلوه خاصه بالموسيقى. وغير التوجيه التشجيع، يعني انا لو اهلي يمكن ما وقفوا حدي وخبروني انه فيك تروح تغني يعني اكيد ما كنت وصلت لهون، فكتير ضروري هيدي النقطة اكيد. بموضوع كنا عم نتناقش فيه قبل ما نفوت على الحلقة، هيك اكتشفت انا انه فجأة اخذت ديسيجن انه صح، انا مش بس بدي اتعلم غنى، بدي اتعلم موسيقى، لا خلص بدي غني. هيدي الكارير تبعي ما بدي اعمل شيء مزبوط. ثاني. لقلك ليه؟ لانه يارا انا درست بالجامعة مانجمنت، بس كنت عم بنزل هيك بحس انه مش هيدا انا، يعني ما لقيت حالي بهيدا الشيء، فاشتغلت سنة ونص بالمانجمنت، بس رجعت قررت انه تشفت لانه لقيت حالي ماني مبسوطة. فبدعي كل حدا انه عن جد يشتغل الشيء اللي بحبه ومرتاح له، لانه عن جد بصير يعطي من قلبه. هون لكان دعوة هلا كل عم يسمعونا اللي مش مبسوط بشغله. ما عم نحرض لا حدا، ابدا، بس اللي حاسس انه عنده باشن وحابب اكيد انه يكون عم يلحقها ما يأجل، ابدا، لانه بصير يعطي من قلبه ولانه الوقت وبينجح. عم يقطع مش صح ناطرنا كمان. اكيد. خلينا هيك نتوقف قبل ما نسمع المستمعين غنية او اكتر لايف من صوت فاتن، نتوقف مع وقفة موسيقية صغيرة حتى يضلون معنا على السمع، وبعد شوي نسمع اشي لايف بصوت يلا. فاتن. ما عم بقدر اقشع لهونيك. بس مبينه انت. ما طالعة إذا عطتني. طالعة عندي. إذا غيرت عندي. بس ما بيأثر، ما بيأثر. شوية. إن شاء الله ما يقلي ميموري فول. الله. نو وريز، ناخذ الفيديو من عندها. نسيت. يلا أوكي. مستمعينا ما طولنا عليكم ورجعنا لكم مع فاتن مباشرة من إذاعة لبنان وعبر أكاونت يارا حمادي على إنستغرام اللي حابب يتابعنا بالصوت والصورة. أكيد فاتن، قديه كنا عم نحكي شوي، بلشنا هيك نحكي عن التحديات، يمكن كفنانة شابة بلبنان قديه بتحسي في مكان للشباب خاصة بدومين الفن اللي هو دومين صار يمكن شوي أوفر كراودد فينا صح. نقول ثانك يو على السؤال، كتير مهم، وبدي اقول لك انه هو السؤال لازم ينسال اذا بدك، انه ليه ما عم يتسلط الضوء على الفنانين؟ في كتير فنانين واصواتهم حلوه، بس ما عم يتسلط الضوء بطريقه اذا بدك، لانه صار في مثل ما قلت كراود، وصار في شوي هيك رجعه بالموسيقى لورا، يعني حرام، يعني الاصوات الحلوه ما عم تبين، عم يتسلط على ناس يمكن
موهوبين اكيد ما بنكر، بس انه هيك مستوى الموسيقى شوي رجع لورا. فهي هي التحديات، واكيد بترجع انه للشخص قد ايه هو بده يشتغل على حاله، هيدا ما فينا ننكر هيدا الشيء، بس هيدي التحديات انه ما عم يتسلط على مستوى الموسيقى المهم. فهيك. وهل بتشوفي انه يمكن الاشخاص بلا ما نعمم اكيد، بس المتطورين بالموسيقى واللي صاروا ادفانسد، او يمكن الاشخاص اللي كتير معروفين بالموسيقى، هل عم بيلعبوا دور ايجابي مع هالفنانين الشباب والشابات اللي عم بيكونوا، او بالعكس عم بيصير عم نحس بمنافسة بدل ما يكون في دعم؟ في منافسة، بس بذات الوقت في انه اذا بدك هيك مثل نستوحي، يعني لا احنا بنتعلم من بعض اكيد، هو الواحد عليه شو بده ياخد يعني، فهو الواحد بياخد شو ما بده من السوشيال ميديا او الكومبيتيتر اذا بدك، بس يعني لازم هيك نكون عم نقدم بالفن مش عم نرجع لورا. 100%. اليوم عم نشوف كمان، عم تذكري انه نرجع لورا بالفن، لانه عن جد عم نشوف هالترند. صح. اللي ما بقى فيه يمكن لحن حلو، ما في مستوى، اللي ما في بقى حتى كلام حلو. صح. في يعني بس شيء ترندي. 100%. هذا اللي عم بحكي عنه، انه في اغاني اوكي واصوات حلوه، بس العالم لازم تعرف كيف تختار الاغاني، يعني نكون بمستوى عالي مش لورا. يوم بنشوف كتير اللي بتابعك كمان على انستغرام، بنشوف انك دايما بتركزي بالاغاني اللي بتنزليها، لا بتنزلي اشياء مش الاشياء الترندي وهيك، الاشياء القديمه الحلوه. يارا اكيد في ناس بعدها بتحب تسمع هذا الشيء، ما فينا نقول انه المستمعين هيك بدهم، لا نحن بنقدم لهم هن بيسمعوا، فانه هيدا المستوى كتير ضروري انه هيك يكون عم يتضوا عليه اكثر. وهكل حال عم نشوف يمكن انه هلأ الجيل الشاب عم يرجع شوي لهول الاشياء. بحب يسمع طبعا، لانه هول الاشياء ما بتموت، يعني اذا بتعرفي تغني هول او بتسمعي هول، يعني كل شيء بيصير كتير سهل عليك، فهون هول يدرسوا يعني. 100%. وهيدا شيء كتير حلو مثل ما عم بتقولي، انه مش المستمع شو بده. أكيد. لا، وخصوصا انه عم نشوف شباب وشابات ومثلك ومواهب حلوة كمان عم بيقدروا انه لا يضوع هيدا النوع من الفن، وبعضهم عم بيحبوه وبعضهم عم بيغنوه، يعني هيدا شيء مرغوب وبعده موجود. اكيد اكيد. شو رح تسمعينا شيء هيك بالحديث عن عن هالفن الجميل، عن هالطرب الجميل؟ يلا بسمعك شيء للسيدة فيروز. يا قلبي لا تتعب قلبك، وبحبك على طول بحبك، بتروح كتير بتغيب كتير وبترجع عدراج بقلبك، يا قلبي لا تتعب قلبك، ماشي والقمر ماشي يبعت مراسيل، يا قلبي المثل فراشي حول الأناديل، لا بتعرف وهج النار ولا بتكفي المشوار، لا بتعرف وهج النار ولا بتكفي المشوار، وملبك بالحب ملبك بتروح وترجع بعلبك. نرجع بعلبك دايما. فينا نوقف الانترفيو نكمل مخرجنا شو رأيك؟ منكملها أغاني ومنوقف الانترفيو ومنفتح الهوا بلكي كمان لعشية، خلص مش ضروري بقى نوقف على الستة. فاتن، شو الفرق بين الفن هون والفن برا، خاصة يعني هلا عم نشوف كتير مش بس الفنانين بلبنان، عم نشوف القطاع الصحي التربوي كله عم بيسافر لبرا، بس إذا عم نحكي عن الفن بالتحديد، يعني وقت أنت رحتي واختبرتي برا، شو بتحسي فرق بين الفن اللي بتقديه هون، بين الشيء اللي بتحسيه هون أنت عم تقدي الفن، وبين تتواجدي بال إذا بدك الغربة وتقدي هذا الفن؟ هلا هي الرسالة نفسها إنه نوصل صوتنا وين ما كان يعني، بس اكيد بنلاقي تحديات برا، خاصه انا كنت بالسعوديه، يمكن لانه هذا شيء جديد ما انه معودين عليه، فلقيت هيك مثل انه استغربت يعني انه عم يعملوا هيك نقله اذا بدك بالموسيقى، شيء كتير حلو، بس رح ياخذ شويه وقت بس تيتعودوا له، وانا منهم يعني كنت هيك مستغربته برا. بس هون الفرق يمكن لما يقرر يسافر الواحد انه بيشوفها شوي انه بس ليطلع مصاري اكثر ما هي تكون كارير وايز، فبتصير تاخذوا هاي الامور بلا ما هو ينتبه يعني،
بس بلبنان اكيد لها طعمه خاصه دائما. انه هيك الجو والمنتاليتي وكل شيء يعني غير. للاسف يعني الشيء اللي عم تقوليه فاتن بتصور هيدا اذا بدك اللي بحسوه كتير شباب وصبايا لبنانيه، انه قلبهم دائما هون ونحن بنرتاح هون وبننبسط عن جد هون، بس بده يطلع مصاري، بس كثير صعبه في المنطق وفي المستقبل. اكيد ما فينا نوقف بوجه يعني هالنقطه، ولهيك بنشوف كل الاشخاص اللي برا واقعين بين هال اذا بدك هالنقطتين بهالحيره، يعني لا برا قادرين يمكن فلي يكونوا مبسوطين باللي عم يعملوه ولا بعد عن عائلتهم. انا منهم يعني، منا هيني ان الواحد يقعد برا وخاصه بنت يعني هيك لوحده، فلقيت مشاكل شوي بالاول، بس مثل ما قلت يعني العيش يعني خلص الواحد بده يضحي بقصص، واخر النهار يعني بنرجع عاد راجب على البلد. اكيد وعلى لبنان وعلى ارض لبنان. وبنوجه تحيه لكل اللي عم بيتابعونا كمان واللي موجودين واللي موجودين برا، وبنقول لهم انه احنا حاسين معكم. اكيد ويلا على كل حال قربت الصيفيه، هالكم يوم هالكم اسبوع بنرجع بنشوفكم هون. نتوقف مع وقفه موسيقيه تانية يلا، وبنوعد المستمعين انه من بعدها كمان محضرين لهم غنيه تانية احلى، ورح نحكي اكثر عن غنيه اضحاك يلا، ورح نحكي اكثر عن الاعمال المستقبليه اللي عم تحضر. اكيد غنية تضحك اللي يعني من وقت اللي تعرفت عليها لهالغنية وأنا عم كررها كل الوقت، قد ما عن جد فيها إيجابية وفيها رسائل حلوة هيك كل الوقت أنت عم تسمعيها. خبرينا أكثر عن هالأغنية، كيف طلعت فكرتها، كيف تألفت، ومنعرف كمان أنه كان لها نجاح كبير. الحمد لله. غنية تضحك خلقت كتير بسرعة، شفت بوست بالصدفة على انستغرام ميشيل فاضل، كنت انا اشتغل معه بوجه له تحية، حاطت انه في كومبيتيشن مع منتر اريبيا كولابوريشن وذ انغامي، ولازم نقدم غنية كلامها يكون تو امباور يوث ثرو اي سونج يعني. فحكيت سعيد علم الدين اللي هو كتبها ولحنها، ووجه له تحية كبيرة لانه كمان قصه يعني بينحكى عنها نهار كامل، لانه هو سعيد مريض مرض الامقص او تصلب لوايحه، وبتلاقيه بعز عطائه وبيكتب وبلحن وبعلم تلاميذ. ف يعني هو كتب هالغنيه مش بالصدفه، لانه هو حاله هي عايشها، وهذا الشيء هو عم بحسه، ولهيك يمكن طلع فيها هالقد معانا 100%. فوصلها كثير بطريقه حلوه، وانا غنيتها يعني، انا عملت شغل وصلت الفكره اللي هو كان بده يوصلها يعني الحمد لله. فالغنيه كان مقدمه على هالكومبيتيشن اكثر من 500 مشترك بالبلدان العربيه، ونقوا غنيتي بس سونج اوورد، فكرمت بالاردن ثانك يو. وانغامي اشتغلت على يعني يعملوا لها ماركتينج، والحمد لله لقيت نجاح كثير كبير وحفظوها العالم. وهيك يمكن تعرفي يارا كمان، لانه كلامها كثير بحاجه لإله كنا بهالفتره، خاصه بعد كورونا، فالعالم بدها تسمع شيء عن جد يحفزها، فكلامها اجى كثير هيك على القد. خلينا انا برايي ما رح نسمعهم اياها هلا للمستمعين لغنيه تضحك، نتركها تنختم فيها ويسمعوها على مهلهم. بس قبل ما نوصل يعني الوقت الحلو عن جد بيقطع كتير بسرعة، قبل ما نوصل لختام حلقتنا اليوم خبرينا أكتر. بعرف انه هيك عرفت انا انه عم تحضري شيء قريبا جدا مفروض نبلش نسمع عنه كمان مع نفس الاشخاص اللي اشتغلوا لي تحاك، لسبب لانه لقيت هالقد الغنية ضربت ونجحت، وكتير بحب اشتغل مع كل اللي هلأ عم يشتغلوا لي كمان على غنية التانية. فكمان عم نشتغل على غنية تانية اوريدي تسجلت، وقريبا ان شاء الله يعني المفروض تسجلت يعني صارت بمراحل كتير قريبة. بعد عندي بس مرحلة الفيديو، فان شاء الله قريبا رح تسمعوها. اسم الغنية سلم على حالي، كمان كلامها كتير حلو، وبتحكي هيك كمان كل حدا معقول يقطع بهالمرحلة بحياته. قد ايه قادرين ناخد لبرنامج هوا الشباب؟ ما رح قلك تعني مقطع منا، بعرف انه طلب كتير صعب رح يكون،
بس يمكن تقولي لنا جملة من الغنية أو تعطينا شيء هنت. طيب. ما حدا بعد جات هيدا إكسكلوسيف. أوكي. إكسكلوسيف لها والشباب عبر إذاعة لبنان. سلم على حالي يمكن ما أرجع ألمحه. سلم على حالي يمكن ما أرجع ألمحه، يعني حدا عم يحكي مع شخص تركه بس هو بعده حاله موجود فيه. واو. يعني هيدا الغنية قدي قلنا تحاك فيها معاني وفيها رسائل. يعني هون تحية لسعيد صراحة، أكيد بنوجه له تحية كتير كبيرة. وهل إذا بدك هالتيم اللي عم تعملوه سوا، يعني كان صح. هو بالكلام بطريقة أدائك والإحساس اللي عم توصليه، لأنه صح. أكيد كمان طريقة أي إحساس عم تغني أكيد. فيه وأي أكيد. طريقة كتير كتير لها فرق. فاتن أنا كتير مبسوطة أنك قدرت تكوني معي بالستوديو اليوم. بشكرك كتير على وقتك وبتمنى لك كل التوفيق بالأعمال اللي عم تقومي فيها. ومنوعد المستمعين واللي عم بتابعونا كمان عبر إنستغرام إنه سلم على حالي قريبا راح تكوني معنا الله راد وراح يسمعوا. وكمان المستمعين فيهم يتابعونا على إنستغرام فاتن ميوزك ليشوفوا كل